الحبس حسن لي مليون مرة ما داكشي اللي عشتو في البلاد. شم الحبس راجلك داكشي باني جوجو لبس مش باقي عايش مازال عايش مازال عايش ومعيش مال البلاد كلها تحت الحجرة ديالو والخوف ديالو. أنا فاهمك يا زهرة، حيت أنا جاية بالبلاد بحالك وعارفة هاد النوع البشر اللي كتهضر عليه، ولكن الوقت تبدلات مبقاتش كيف ما كانت. دابا تقدري تاخدي حقك غير بالقانون. نادية، هاد الناس أنا بوحدي اللي عشت معاهم وعشت وسط منهم وعارفاهم علاش قادين وشنو يقدو يديرو. اش نرفع بيه شكاية؟ ولكن شنو غتبغي؟ عايشة بحال هكا واحد النهار غادي ارونا واحد النهار غتفيقي وغتلقي راسك حياتك كلها مشات. ايه ايوب لا ما تخليهاش ودي دراتي اللي كيقول ما كيكذبش راه بصح انا حياتي مشات. شمن حياة بقات عندي ولكن الا هادي اللي عشت معاك وفي الاخر عمرني ما نقدر ننساها. واخا كانوا بزاف ديال المشاكل ولكن كنحس بلي عندي عائلة، بلي عندي خواتات وعندي خوتي وكاين با عباس. كنت قادر نكمل معاكم زهرة وانا فرحانة. اسمعيني مزيان زهرة، هاد راغب ولدو خاصهم يتشدو في الحبس، وديك الساعة تعيشي كيما بغيتي بأي اسم بغيتي وكيف ما بغيتي. والله ما كرهت ولكن باش كيفاش بغيتي ندير ليها وانا قدام القانون مازال مراتو وانا اللي هاربه وامي عايشه تحت الرحمه ديالو؟ كيفاش بغيتي ندير ليها؟ طلقي منو زهرة؟ شوفي عليك غادي تطلقي منو حتى ماشي انت اللي بغيتي تتزوجي به؟ حيت مزوه عليك يا زهرة كتفهمي غادي تطلقي وداك الكلب ديال الواد غادي ديكلاري بيه غتمشي عند البوليس وغتقولي لهم كيتعرض لك وهي هددك وانا ملي غنخرج من هنا غنمشي غادي نبلانو وغادي نشهد معاك ما نخليكش بوحدك. عفوكم صافي صافي بارك الله هادشي راه ما نقدرش هادشي اللي كتقولوا لي ما نقدرش نديرو. راه انا براسي دايره بزاف ديال التخربيق ومزوره بزاف ديال الوراق لهادشي قدام القانون ما خصوش يدار ولا مشي حتى شي نهار حطت رجليا في شي كوميساريه ما عمرني ما غنعاود نشوف الضو. راه هو شاري الناس بالفلوس عفاكم اللي ما فهموني. ايوا وشنو الحل؟ شنو الحل؟